المرة اللي فاتت خلصنا أمر سويب صح كده وكويل، والنهاردة إن شاء الله هنكمل باللوفت، هنكمل بشوية أوامر صغيرة كده، أوامر اللي أنت بتعدل على البورتس اللي عندك. تمام؟ طيب أمر اللوفت لما قلنا المرة اللي فاتت إيه فرق عن السويب؟ أنا لو أنا عندي بورت ولا حاجة مش هجيب المفروض موجودة النهاردة. يلا إن شاء الله. امر السويب لما جينا نشرحه كنا بنقول السويب لازم يبقى عندي بروفايل وعندي باص صح؟ طيب الباص ده والبروفايل تمام لازم يكونوا عاملين او عاملين على بعض. عاملين على بعض في ايه؟ في البلانس، يعني برسم على بلان تمام وبرسم على البلان التاني. ممكن حتى ترسم المسار بتاعك حتى ممكن ما يكونش ايه عمودي او الكروس سكشن بتاعه مش عمودي، بس الكروس سكشن ذات نفسه بيبقى ايه؟ بيبقى ثابت على المسار ده، يعني ما بيتغيرش. يعني مثلا لو عندي بايب، البايب ديت الدايمتر بتاعها ما بيوسعش مره واحده وبعد كده يقل، خلاص ده بامر السويب. طيب افرض انا عندي حاجه بقى الكروس سكشن بتاعها بيتغير على المسار ده تمام. يعني مثلا اديكم مثال في الحاله العمليه، الجناح بتاع الطياره، الجناح بتاع الطياره ده بيبقى من عند الفيوزلاج او البادي بتاع الطياره خلاص عريض كده، بس لما تيجي توصل للاخر بتلاقي ايه؟ بتلاقي ده ايه؟ هتلاقي مثلا لو انت الجناح كده من البدايه الكروس سكشن بتاعه عامل كده، تلاقي في الاخر عامل كده صح؟ طيب حاجه زي دي لو انا خدت الكروس سكشن هنا، خدت الكروس سكشن هنا، خدت الكروس سكشن هنا، هل الكروس سكشنز دي المساحه بتاعتها ثابته؟ كان الشكل بتاعها ثابت صح؟ طيب حاجه زي دي ما تقدرش تعملها امر سويب. سويب يروح اخد الكروسكشن الاولاني يروح ايه؟ يكمله على المسار كله. طب هنا هيتعمل بايه؟ هيتعمل بامر لوفت. امر لوفت بتستخدمه في اي كروسكشن ايه؟ متغير. طيب انا دلوقتي عندي اول سكشن اخدته كان هنا، ثاني سكشن كان هنا، ثالث سكشن، رابع سكشن. لو انا اخدت الوينج بتاعي ده او الجناح بتاعي ده اخدت فيه اربع سكشن كده اقدر احدد كروسكشن هنا صح كده؟ وحد الكروس سكشن هنا مختلف، الكروس سكشن الثالث عندي صح كده؟ طيب لو انا جيت رسمت ده على بلان في سكتش رقم واحد وجبت اوفست بلان يعني البارل الاولاني وقلت له سكتش رقم اثنين وعملت سكتش رقم ثلاثه وهكذا على بلانس متوازيه والمسافات ما بينها زي المسافات اللي انا اخدتها، مش شرط تكون متساويه. لو انا اخد المسافات متساويه يبقى انا بريح على نفسي حاجات كتير. طب لو مش المسافات متساويه بظبط البلانز اللي انا برسم عليها ليه؟ المسافه بتاعتها تبقى مختلفه. يعني مثلا لو قلنا ما بين واحد واثنين ديت هنقول مثلا كده 120 مللي خلاص، وما بين اثنين وثلاثه خليها 200، ومن ثلاثه واربعه هنقول 150 خلاص. طيب حاجه زي دي لما اجي اعملها هعملها ازاي؟ اول حاجه هتروح جاي على سكتش رقم واحد ورسمه على بلين، اي بلين من الثلاثه الاساسيين عندنا. طب بعد كده بروح جاي على سكتش رقم 2 ده اروح اعمل بلان جديد من الوركينج فيتشر بتاعي واروح اعمل بلان، البلان ده اوفست عن البلان اللي انا رسمت عليه بكام؟ ب 120 صح كده؟ طيب هكمل اروح جاي بلان تاني اوفست عن الاولاني ده بكام؟ 320. لو انت عايز تعمل تاخد الريفرنس بتاع كله منين؟ من اول واحد. ليه؟ طب انا دلوقتي انا افرض المسافه ما بين ده لده دايما ثابته كام؟ 320، واللي في النص ده بيتحرك. لو خدت اللي في النص ده ريفرنس للثالث اللي هيحصل؟ المسافه دي هتتغير. فعلى حسب بقى الابلكيشن او الحاجه اللي انت عايز تشتغلها، تاخد ريفرنس من الاول، تاخد ريفرنس بالتتابع كده، الثاني ياخد من الثالث، الثالث ياخد من الثاني، الرابع ياخد من الثالث وهكذا براحتك، تمام؟ على حسب ايه؟ الابلكيشن بتاعك. بس خد بالك انت ينفع تاخد من الريفرنس ايه؟ الاولاني، والاولاني ده كده خلاص هو ثابت اصلا ما بيتحركش فيفضل معاك ايه؟ شغال تمام؟ زي بالظبط لما كنا بنعمل ريفولف ممكن نعمل سيركلر باتر كنت اقول لك ايه؟ بدل ما تختار شكل دائري، شكل دائري ده ممكن مكانه يتحرك مثلا، فانا عايز الدوائر ثابته في مكانها فبختار ايه؟ اقسم الاكسيز اللي عندي. او العكس لو انا الدايره الشكل الدائري اللي انا بختاره اللي هو السلندر فيس عشان يعمل عليه الباتر عايزه يتحرك معايا والباترن اتحرك معايا يبقى مش هختار ايه؟ اقسم الاساسي. طيب هنا ده يتعمل ازاي؟ زي ما قلت لكم كده بالظبط، هنرسم الكروس سكشن. طيب هقول لكم حاجه زياده كده، الحاجه الزياده دي ازاي الايروفويل ده بيترسم؟ ماشي؟ ازاي الايروفويل بيترسم؟ الايروفويل اللي بيترسم ده بيترسم عن طريق نقط. النقط دي ستاندرد. شركه ناسا
مش شركه ناسا، قريه ناسا قصدي، لما جت بتعمل الريسيرش بتاعها بتطلع اير فويل بكروس سيكشنز مختلفه. طب ليه السبب؟ مفروض في فلويد ميكانكس اللي بيحصل بياخدوا الكروس سيكشن ده اسمه اير فويل، الاير فويل ده بيعملوا عليه حسابات كتير للليفت والدراج بحيث ان هو يقللوا الدراج وياخدوا على ليفت، صح كده؟ ده اللي يهمهم في ايه؟ في الطيران. لو في لو حاجه بتتحرك على الارض زي العربيات وكده، يبقى انا محتاج العكس، محتاج الليفت بتاعي يبقى قليل والدراج عالي جدا عشان يثبت العربيه ايه في الارض. طيب انا دلوقتي الاير فويل ده ليه ستاندرد. طب الستاندرد ده اجيبه منين؟ لو دخلت على جوجل حتى وكتبت اير فويل مثلا ستاندرز اي حاجه، تمام، الاير فويل هتلاقي في موقع كده مشهور بيديك النقط دي، خلاص. طب النقط دي بتاخدها بعد كده تدخلها في شيت اكسل، شيت الاكسل ده بعد كده بتاخدهم بيدوك مثلا من 0 لـ1، 0 لـ1 نقط، تمام. طبعا السكيل على حسب اليونت بتاعك، لو انت هتدخلهم بملي هيبقى من 0 لـ1، يبقى ده انت هترسم الاير فويل بتاعك فين؟ في ملي واحد، تمام. او ممكن بعد كده تديله سكيل او الحاجه دي اللي هنشوفها دلوقتي. طيب بتاخد الارقام ديت تروح مدخلها في شيت اكسل، وشيت الاكسل ذات نفسه بتعمل له امبورت، تمام، للايه؟ للانفنتور، تمام. زي ما عملنا الايمج كده، كنا عملنا صوره ودخلناها، صح؟ طيب زي ما دخلنا الصوره هندخل النقط دي، والنقط دي لوحديها هتترسم تتحط، تمام، ويترسم ما بينها شكل الاوفيل كمان. طب نشوف الموضوع ده ازاي كده قبل ما نبدا في امر اللوفت. هتيجي كده تفتح بارت عادي، البارت ده اول ما تيجي تشتغل عليه، عشان كنا المره اللي شرحنا فيها ازاي تجيب صوره كنت لازم تفتح سكتش جديد، صح؟ وده نفس اللي انت هتعمله. هتيجي كده على بلان من البلانز ديت وتاكل اكس واي وهتعمل عليه سكتش. اول ما تدوس سكتش هتلاقي في قائمه انسرت هنا في ثلاث حاجات، ايمج اللي احنا استخدمناها وبوينتس وايه ويكات. طيب عشان انا دلوقتي اجيب البوينتس دي، البوينتس دي عباره عن عن دايمنشن او احداثيات اكس واي. طيب هدوس على بوينتس، اول ما ادوس على بوينت هتلاقيه فتح لك ايه؟ فتح لك البروجكت فايل اللي انت شغال عليه او اي حاجه انت ايه رجعت لها. طيب انا هرجع كده للبروجكت فايل بتاعنا اللي هو ايجاك، هتلاقي انا مجهز فايل، عشان المفروض الفايل ده بياخد وقت على ما يتجهز، يعني النقط بتاخدها كوبي من على الويب سايت، بعد كده تحطها، بعد كده تعملها دوبليكيشن او تكررهم تاني، عشان لو انت بترسم في اتجاه اكس الموجه او واي الموجه، فعايز في السالب عشان تكمل الشكل بتاعك، فبتكررهم وتحط له الاشاره. طيب انا هقول له دلوقتي انا عايز الجزء ده، بس قبل ما تدوس انا طبعا عشان انا مشغل عندي الكليك الدبل كليك كليك واحد، فهدوس على الاوبشنز الاول واختار من الاوبشنز دي حاجه. اول حاجه بيقول لك امبورت اوبشن، الامبورت اوبشن اول حاجه بيقول لك ايه؟ كرييت بوينتس، يعني هيرسم لك بوينتس. طب تاني حاجه كرييت لاينز، هيرسم لك لاينز. تالت حاجه كرييت سبلاين. ايه التلاته دولت؟ لو قلت له كريت بوينت هيروح مدخل لك البوينت حاططها لك بس مش هيوصل ايه ما بينهم. طب كريت لاينز هيروح موصل لك ما بينهم بس بلاين، اللاين متكسر كده، تمام. طيب اس بي لاين هتلاقي الشكل سموث وياخد لك الشكل بتاع الايروفويل زي ما انت عايز. فاللي احنا محتاجينه دلوقتي في حاجه زي الايروفويل دلوقتي اللي ايه؟ اس بي لاين. اقول له اس بي لاين، اقول له اوكي، اروح جاي مختار بقى الملف الاكسل بتاعي. اول ما تدوس يعني وتشتغل ملف الاكسل هتلاقي ايه؟ البوينتس كلها زي ما انت شايف كده اترسمت، تمام، وعمل لك ايه؟ ورسمها لك ووصلك ما بينها اس بي لاين، تمام. طيب في حاجه الشكل ده لو جيت تعمل اكسترود عليه كده، وجيت قلت له انا عايز سوليد، الاوتبوت بتاعي سوليد، وجيت تختار الشكل هيديك ايه؟ السكتش بتاعك مش فاليد، لان هو مش كلوز ايه ريجن، يعني هو مش مقفول. ليه؟ هو هنا لما جه حط البوينت جاب النقطتين دول وحطهم عمل لهم ميرور مع بعض، بس مفيش نقطه مشتركه ما بينهم، تمام. فنعمل الموضوع ده ازاي؟ كل اللي عليك تروح جاي كده جاب لي السكتش وامر اللاين حتى، وتدوس على النقطه ديت،
تمام، وترسم لي ايه تفلول كده تمام. طيب النقطه ديت قصدي الارك ده مع اللاين ده تانجنت صح؟ طيب اتاكد نقول الاثنين تانجنت، تلاقي الشكل بتاعك ايه ماله باظ كده صح؟ لا يبقى انت تسيبه كده، اقفله اقفل الشكل مش مشكله دلوقتي، يعني احنا ما بنرسمش حاجه بالظبط عشان ايه عشان نشتغل عليه. ممكن انا اعمل فيكس مثلا النقطه ديت، بس انا مش عايز اعملها فيكس عشان انا هعمل سكيل دلوقتي. ممكن تعملها لوك كده او فيكس وتروح جاي ايه ده، لا انا دوست فيكس على خلاص تانجنت اهو ده مع ده، اقول الاثنين مالهم تانجنت، هو معمول تانجنت اصلا، اعمل لك شيك مارك اهوت. طيب نعمل الاثنين اللي فوق تانجنت، هتلاقي برده لف معاك كده، تعمل فيكس بقى اللي فوق او لوك النقطة دي، تيجي تقول له ده او ده مع ده تانجنت مع بعض خلاص. طيب هو هنا عمل ايه؟ انا وقفت النقطة لوحديها، هو الكيرف ذات نفسه هو اللي بيتحرك، يبقى اروح جاي اعمل الكيرف ذات نفسه ايه؟ لوك كده خلاص، هيقول لك هو اوريدي كونسترين. ما تشغلش بالك ممكن تعدلها او يعني عشان هاخد وقت فيها النقطة دي كده خلاص، نشيلها بقى، نشيل اللوك من عليها. بعد كده نعمل لده تمام خلاص، هو مش راضي يتعمل، نيجي هنا هما الاثنين تانجنت كده مع بعض. طيب عملت التانجنت بتاعي، هو لما عمل لوك عمل لوك ليه؟ عمل لوك للبوينت ذات نفسها، ما عملش للسبلاين. طيب عندي شكل زي ده، لو جيت تعمل عليه اكسترود كده هتقدر تختاره خلاص اتقفل تمام. ولو عملت له اكسترود بالشكل ده بتوصل لحاجه اسمها ريكتانجولر وينج. الوينج بيبقى ليه الفويل بتاعه ايه؟ ثابت ايه؟ على السكتش كله. زي مثلا ده لو سويب، لو عملت له سويب عملت المسار العمودي كده هيطلعه لك بالشكل ده تمام؟ طيب انا مش عايز كده. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل الكيرف اللي انا شايفه على السبوره ده. هتيجي كده في الفرونت والابعاد بتاعتك. انا هعمل كنترول زد كده لحد ايه ما نشيل اللوك ده. تعالى نشوف ايه بقى الابعاد بتاعتي، ناخد دايمنشن والسكيل بتاعي من هنا لحد النقطه ديت كده كام؟ هتلاقيه واحد ايه؟ 1 مللي. طيب انا هسيب دايمنشن واحد، بس انا عايز اغير السكيل، انا عايز اخلي ده واحد ايه؟ 1 متر مثلا صح؟ طب السكيل الواحد من 1 مللي ل 1 متر هضرب في كام؟ في 1000 صح؟ طيب هتروح رايح كده على سكتش السكيل من هنا من الموديفاي تول سكيل، وهتختار ايه؟ السبي لاين بتاعك. بس لما تختاره اختار كله، اختاره ايه؟ كله كده، ما تختارش السبي لاين بس. طيب هو دلوقتي لما يسكيل مش بيسكيل حوالين النقطة؟ طيب هو لما بدأ هنا مش رسم 0 0 خلاها هي النقطة دي؟ خليها 0 0 برضو ايه؟ عندك، أو تختار نقطة البيس بوينت في مكان أي مكان أنت عايزه. أنا مثلا هختار النقطة دي النقطة دي. هيقول لك انت هتعمل بريك او الحاجات الدايمنشن بتاعتك، قول له اوكي اديله يس. وطبعا ايه ما تحركش الماوس اللي في ايدك كده، روح اكتب له هنا ايه 1000 خلاص، قول له اوكي. لو لقيت النقطه بتاعتك بقى اللي انت اخترتها ايه اللي حصل؟ النقطه دي ثبتت في مكانها، ولما تعمل سكيل للشكل كله هتلاقيه دخل مع بعضه كده. طب انا اعمل ايه بقى؟ تختار نقطه ثانيه، اختار نقطه ثانيه، النقطه دي مثلا ممكن تكون في نص الجسم كده تمام، واديله الالف بتاعي دوس انتر، هتلاقي الريفول بتاعك ايه اتظبط. طب ايه اللي يس يس اللي انا عملتها ديت؟ هو بيقول لك ان الدايمنشن بتاعك ممكن يتغير، او اف نيسيسري غير دايمنشن. قلت له غيرت دايمنشن، انا احط دايمنشن بقى بتاعنا كده من هنا لهنا مثلا، هتلاقي ايه؟ هتلاقي 1000 اللي هو كام؟ متر. طيب كده انا رسمت الريفول، ما تحطش عليه دايمنشن، هتسيبه ايه؟ سيبه 71 دايمنشن نيد تحت، انت ما تعملش فيه حاجه، انت بتجيب البوينت دي تحطها، مش هتدي بقى دايمنشن لكل ايه؟ لكل بوينت. طيب هتيجي تقفل السكتش ده، فينش سكتش كده. انا عملت اول كروس سكشن عندي اللي هو ايه؟ رقم واحد، المفروض هكرره ايه؟ كمان 3 مرات. هتروح جاي كده بلان اوفست فروم بلان، وهتختار الاكس والواي اللي انا رسمت عليه. طب قلنا المسافات بتاعتي كام؟ 120 مللي تمام. طيب 120 مللي دي هنشوف يعني شو مساحتها، دي هتلاقيها صغيره جدا. نقول مثلا خليها 500، نغير الابعاد شويه، طلع احنا خليناها 1 متر،
هتقول له اوكي. ممكن تروح ترسم السكتش ده تاني وتجيب البوينت وتعمل سكيل زي ما انت عايز، او نعمل بلانس بالمره واختار برضو ايه. لو انا الفكره بقى مش تتابعي دلوقتي، انا هختار اخد بلاد من البلان اللي قبل. طيب اخترت ده اهو اوفست فروم بلاد ده، خليه مثلا مرات 650 اوفست بلان تاني، وده 500 تاني ماشي، وليكن التلاته كروس سيكشن اللي عندي. فانا متوقع ان ده ان الشكل بتاعي ينفع يتكرر كده، هيصغر ايه مع التكرار ده. طيب هاجي بقى على على البلان اللي هو ورك بلان رقم واحد ده، واضغط عليه كده واقول له انا عايز سكتش. طب ايه العلامه الثانيه دي؟ ايديت دايمنشن، اللي انت لو عايز تغير المسافه بتاعه الاوفست اللي عندك تقدر تغيرها ليه؟ لكل واحد. يعني لو عايز 55 هتغير 550، مش عايز تغير خلاص. يبقى انت لما تيجي تعمل سكتش خد بالك ما تدوس على اول واحده دي بتاعت ايه؟ ايديت دايمنشن. عايز تعمل سكتش جديد من هنا، او اسهل طريقه ان انت تختار سكتش من فوق بعد كده تروح تختار البلان. يبقى انت كده ما وقعتش نفسك في ايه؟ في حاجه، تمام؟ طيب هتلاقي البلانز كلها جت في وشك كده، يعني جت قدامك. بس انت لما بترسم هترسم على ايه؟ على البلان اللي انت اخترته، تمام؟ طيب هاجي كده، هل بقى ممكن اعمل على حسب ما انت عايز؟ ممكن تعمل بوينتس، امبورت البوينتس دي وتنزلها تاني، بعد كده المره دي بدل ما تخلي السكيل 1000 خليه 750 مثلا، تمام؟ وهكذا. يا اما هتروح جاي من هنا تعمل ايه؟ بروجكت جيومتري، وتروح اخد الاس بي لاين ده، تمام؟ وتروح الاس بي لاين ده عندي كده في السكتش الجديد وباللون الاصفر. طب انا عايز اعدل السكيل بتاعه، لما تيجي تعدل السكيل بتاعه هتيجي تختاره مش هتلاقيه، تختاره معاك خالص. ليه؟ لان ده بيزد على الايه؟ على اول سكتش، والسكتش الاولاني مقفول ما ينفعش تعدل فيه. طب انا اعدل في ده ازاي؟ او اعدل في البروجكت جيومتري بتاعي ازاي؟ اللي انت هتيجي هتدوس على سبلاين هتلاقي فيه علامه ظهرت كده. العلامه ديت بتاعت الايه؟ الريفرنس او بتاعت الاكسكواد نفسه. هتروح دايس عليها كده كليك يمين وتقول له ايه؟ ديليت. اول ما تدوس عليها ديليت هتلاقيها راجعه تاني باللون الاخضر، وتقدر تعمل لها سكيل زي ما انت ايه؟ زي ما انت عايز. تعالى برضو نحط لها الاند بتاعتها عشان نقفله. تمام، نروح نعمل السكيل. سكيل اختاره كله بقى، واختار مثلا تكون نوت سنتر بوينت ماهيش معايا بقى دلوقتي، واقول له 750. طب 750 هو هيعمل 750 يعني صغر السكيل ولا هيكبر السكيل؟ انا قلت 750 ديت لو انت هتعمل انسيرت للبوينت من اول جديد، يعني لما تنزل هتنزل بالملي، لكن انا دلوقتي عندي ايه؟ في المتر. فالمره دي انا عايز 750 يعني 75%، فانا شغال بالمتر، فاقول له ايه؟ 75%. كده بقى ايه؟ بقى صفر. 750 هو بكبر ال 1000 ل 750 كمان ضعف. لا انا عايز ايه؟ ال 75%. هتقول له 75% وتقول له ابلاي او ضن كمان. ابلاي الاول سوري. ما دوستش سكيل. اخترت كله كده. 75. البيس بوينت اهيت. وتقول ايه؟ ابلاي وهكذا. تمام، عملت انت كده اتنين صح. اعمل فينش سكتش، محدش يجي ايه ما يقفلش السكتش بتاعه وعايز يشتغل تاني، لا اقفله وتروح ايه عامل سكتش جديد على ده، وتكرر برضو ايه نفس اللي اتعمل بروجكت جيومتري. عايز بقى تاخد اللي ورا كمان وبعد كده تغيره كده، سكيب، تضغط على السبلاين تمسح العلامه ديت، وبعد كده تدخل على سكيل تختار كله، وبعد كده تحط اللاين براحتك، خليه مثلا نص. انا همشي بخطوه ثابته عشان الشكل يطلع ايه يعني سيمتري شويه، وبعد كده هعمل زوم. ما قفلتش انا المره دي ايه الشكل بتاعي الاول، هقفله دلوقتي وصلت لاخر بلان فينش سكتش، وبعد كده ادوس على البلان ده واعمل سكتش جديد وبروجكت. المره دي مثلا ممكن ناخد اخر واحد، وبعد كده ادوس عليه تظهر لي العلامة ديليت. بقى شغل ايه؟ اللي انا بكرر الحاجة اللي انا بعملها، وبعد كده اقفل. ولازم تاخد بالك اللي انت بتقفل الشكل ده اللي ظهر قدامك هو ايه؟
الشكل التاني المقفول تمام. طيب تعالى نعمل السكيل بقى بتاعنا. السكيل انا هاخده نص من اللي قبله، انا هصغر جامد المره دي نص من اللي قبله. تمام، هتلاقي عندك ايه 3 بلينز. ممكن البلينز دي لو عايز تخفيها هتروح جاي كده على اول واحد تقول له ايه انا عايز ده فينيش بس لازم تطلع من السكتش بتاعك، كليك يمين فيسابيليتي كده. او لو عندك بقى لو شغاله حاجات كتير احسن حاجه هتروح على فيو من هنا وهتلاقي اوبجكت فيسابيليتي وتقول له ايه تيرن اوف للايه للاول ورك فيتشرز، هيقفل لك ايه كل مره واحده. تمام، خاصه ان انت لما تيجي هنا هتلاقي ايه مش هتلاقي قدامك غير ورك فيتشر 3، طب فين 2 او فين 1 او فين اللي بعده، هتلاقيه جواه. كل ما تفتح واحد جواه كده تلاقيهم ايه ورا بعض، عشان انت بتاخد ديبند على اللي قبله زي ما بتعمل اكسترود. اكسترود بيروح ياخد السكتش جواه. تمام، فلو انت شغال على السكتش ده هياخد برده جواه وهكذا. تمام، طيب نيجي بقى ننفذ امر ايه اللوفت بتاعي. انا قلنا السويب مش هينفع معايا في حاجه زي انا عندي ديفرنت سكتش فاقدر اعمل اللوفت. تيجي كده 3 دي موديل وهتدوس ايه على لوفت. في لوفت في عندك شويه حاجات، اول حاجه بيقول لك سيكشنز وحاجه ثانيه اسمها ريلز. ايه الريلز ديت؟ الريلز ديت هي الخطوط او الحدود بتاعت الجسم. يعني انت لو هتيجي الشكل اللي قدامك ده وتوصل خطوط نقطه بنقطه، النقط كلها مع بعضيها على استقامه واحده، ده اسمه ايه ريلز. تمام، الحدود بتاعت السكتش بتاعك. طيب انا دلوقتي عايز اضيف ايه السكتشات دي. السكتشات هنا اسمها سيكشنز زي كروس سيكشن، فاهمني؟ طيب بيقول لك هنا كليك تو اد. طب ادي اد السكشنز بتاعتك، كليك وهتروح تختار السكشن دي. دي 1 2 3 4 خلاص. بعد ما تخلص هتقول له ايه اوكي، هتلاقي رسم لك الشكل ده. الشكل ده ما كنتش تقدر تعمله بايه؟ بامر ايه؟ بامر سويف خالص. سهل ده ولا صعب؟ طيب في اشكال تانية معقدة، في حاجات كتير ممكن تشتغل عليها. تمام، بامر اللوفت ده الناس بتوع عمارة خاصة بتوع الديكور بيحبوا الامر ده جدا، بس في 3 دي ماكس اللي هو بيطلع لك اشكال كده غريبة. تمام، بيقول لك ايه ده ديكور وحاجات كده. ماشي، بصوا معايا، هل جناح الطياره بيبقى كده عادل؟ هل جناح الطياره بيبقى عادل كده؟ ولا بيبقى فيه يعني تويست كده او كيرف او طيب لو انت شغال لو بتعمل مثلا جناح بتاع وانت باين مثلا، بيقول لك ايه لازم تعمل تويست انجل كده عشان الهاي سبيد هاي سبيد ايه فورس ريش حاجه زي كده. تمام، مش فاكر ايه بالظبط. بيقول لك ايه ان انت طول ما السبان بيزيد الطول بتاعك بيزيد الفورسز بتزيد على الجناح ده فممكن ينكسر، فبيعمل تويست انجل بحيث ان هو ايه يتغاضى عن شويه هواء من اللي جايين دولت او يقلل الفورسز الموجوده ايه على الجناح ده. طيب انا دلوقتي عايز اعمل التويست ده، بيتعمل ازاي؟ بتعمله جوه السكتش. يعني ممكن تفتح السكتشات بتاعتك كده في امر اللوفت هتلاقي 4 سكتشات، تفتح اول سكتش عندك كده السكتش اول واحد سيبه زي ما هو على زاويه زيرو. طب تاني واحد اعمل له زاويه بقى اديت سكتش. طب هتعمل الزاويه ازاي؟ روتيت. طب روتيت تلاقيها فين؟ هتلاقي تحت كوبي كده على طول، موف كوبي روتيت. روتيت هتيجي تختار السكتش بتاعك وسنتر بوينت اللي انت بتلف عليها اللي هي السنتر بوينت بتاعتنا، وتقول له مثلا عايز ايه درجتين ثلاثه خمسه. تمام، تقول له ابلاي. طبعا انا هعملها على حاجه واحده وايه وانتوا تكرروا، هتلاقي الشكل بتاعك مش هتحسه قوي. لف كده، حاسس بالحته دي شويه، نكررها ماشي عشان تبان اكتر. اديت سكتش، هغير ده احط زاويه كبيره، يعني المفروض مش زاويه كبيره كده بس هحطها كبيره عشان تبان. هحط مثلا 15 30 درجه تندوش ينفع 10 شفت اللي حصل في الجناح؟
او في الشكل اللي احنا رسمينه يعني، او مش ده جناح يعني اللي انا عملته فيه ده مش جناح خلاص تمام كده هتلاقي ايه هو الحاجات كده بتروتيت السكتشات بتاعتك او بترسمها. طب واحد يقول لي وانا لازم امر اللوفت ده اعمل البلانز بتاعتي كلها بارل لبعضيها كده؟ لا مش شرط، انت ممكن تجيب بلان مايل، ممكن تمشي على مسار كده ان شاء الله في عواني زي ما بيقولوا خلاص، بيمشي كده زي ما انت عايز كل ده، بس الاسكتشات بتاعتك رسم ايه على بلانز. ماشي يا جماعه خلاص. طيب المفروض اديكم الملف بقى ده هتعملوا له انسيرت تشتغل عليه. في شويه اوامر بقى كده، الاوامر ديت خفيفه يعني مش محتاجه رسومات وكده، شويه تعديلات بس. يعني مثلا انا لو جيت عملت اكسترود كده لي مثلا 2 بوينت سنتر ريكتانجل ورسمته من غير ابعاد تمام، وعملت فينيش اكسترود وقلت له اعمل لي ده على 50 مثلا، عندي شكل زي ده. كان في رسم معانا في الشيت كنت ايه قلت له انت النهايه بتاعت الشكل ده راوند راوند كده يعني مقفوله كده فاكرنا الرسمه الاولانيه اللي كان فيها الورك ده القصه بتاعتها. طب انا دلوقتي شكل زي ده انا عايز اعمله فيلت، بس الفيلت المره دي مش هعمله على اتش، انا عايز الفيزا كله يعتبر يجيب لي نص اسطوانه كده. ده يتعمل بايه؟ امر فيلت هنا بيتعمل فيه غير الايدجات اللي انت تعمل ايدج للفيلت، في راوند فيلت او الجزء اللي احنا بقى نتكلم عليه دلوقتي. اول حاجه في الفيلت احنا مش رحناش بالتفصيل يعني، كان بيبقى عندك فيه ثلاثه اوبشنز. اول اوبشن اللي هو ايدج فيلت ده اللي احنا استخدمناه، تاني حاجه فيس فيلت، ثالث حاجه فول راوند فيلت. ده اللي قصدي عليه بالفول راوند فيلت اللي انا بشتغل بيه دلوقتي. طب حاجه زي دي انا لما جيت ثبتها قدام الفندق كنت عارف ابعادها؟ طيب معنى كده ان انا الفيلت اللي انا عامله محتاج فيه بعد. في الاوبشن ده بالذات انت ما بتحطش اي ابعاد خالص، في الفول راوند فيلت انت مش محتاج ايه اي ابعاد، هو بيقيس المسافه ديت بيقيس المسافه دي فعليا انا صح كده، بيقيس المسافه ديت تمام وبيقسمها على 2 ويبقى ده الريديوس بتاعه من غير انا ما اعرف. طب فايدتها ايه؟ اللي انا لو غيرت الديامتر بتوع دولت هيفضل طول عمره الفيلت ايه؟ ما بين التو فيسز دول تمام؟ طيب تعالى نشوف. لو جيت كده قلت له فول راوند فيلت اللي هو ثالث اوبشن عندي، تلاقيه بيقول لك ايه؟ اختار اللي هو سايد فيس سيت 1 وفي وسنتر فيس سيت وسايد فيس سيت 2. ايه سيت 1 وسيت 2؟ اللي هو سايد 1 وسايد 2 والسنتر فيس، ايه اللي ما بينهم؟ طيب انت لما جيت الكلام ده قلت له ايه؟ هو عايز المسافه دي صح؟ طب المسافه دي ما بين ايه؟ ما بين الفيس ده، خلاص انا بتكلم في السي دي، ما بين الفيس ده والفيس المقابل الناحيه الثانيه. طب هو عشان يعرف يقيس المسافه دي بيقول لك اختار لي الفيس الاولاني اللي هو انا هختار ده اول واحد، بعد كده هو بينزل اوتوماتيك من فوق لتحت للسنتر، فانا عايز السنتر اللي ما بين التو فيسز، فالسنتر بالنسبه لي اللي هو ده اللي هو هيشيله او هيكمل عليه راوند فيلت تمام. طيب بيقول لك ايه؟ اختار لي السايد الثالث، او اختار ايه المقابل ليه الناحيه الثانيه. اول ما تختاره هتلاقي الشكل بتاعك عمل ايه؟ عمل فول راوند فيلت تمام. هتقول له ابلاي وادي عملت ايه الشكل بتاعي، سهل ولا صعب؟ تمام. طيب تعالى بقى كده نيجي هنا على سكتش رقم واحد واعمل ايه سكتش واحط له ابعاد، والابعاد هبوظها جدا، ده 15 هخليه 50 وده مثلا اخليه كنسل، ده هنخليه 25 بلاش 25 هتلاقيه على كتير 70 مثلا. هيقدر طول عمره عامل لي ايه؟ الفول ايه؟ نفس الشكل فول راوند فيلت. طيب تعالوا هنعدل شويه تعديل هنا على السكتش ده، هعمل كده من هنا كده شكل كده كده تمام، واعمل اكسترود كات الجزء ده اقول اوكي، شايف الشكل اللي قدامي ده؟
الاوبشن الثاني بقى اللي هو الفيس فيلت ده انت ما بتختارش اتش، ما بتختارش تو فيسز 3 فيسز عشان تعمل منه فول راوند فيلت، لا انت عايز مثلا عايز فيلت ما بين الفيس ده والفيس اللي تحت اللي هو في حته فاضيه جوه هيعمل فيها ايه؟ هيملاها سوليد. تمام؟ هتيجي في الفيلت كده تختار تاني اوبشن فيس فيلت، تلاقيه بيقول لك ايه؟ اختار لي سيت 1 سيت 2 اللي هو الفيسز، قلت له انا عايز ده وعايز ده، تلاقي هو اوتوماتيك حط لي فيس فيلت، بس المره دي هو حط لي اسم من عنده. انت ممكن تتحكم في ريدرز ده 40 مثلا، هتلاقي اول ما تدوس 40 وتلاقي علامه التنشن دي ظهرت يبقى 40 ما ينفعش، 40 اكبر من المساحه بتاعتك فتقللها مثلا، خليها 35 برضه ما تنفعش، 20 تمام قربت. طب انا عايز اعمل ايدج للايدج، تقعد تجرب بقى اللي انت ايه 20 25 مفيش، يبقى 23 شويه برضه، هي 21 وشويه ولا 20 كمان، هي ايوه ليه؟ لان هي اتقفلت من تحت، وصلت فين؟ على الايدج اللي تحت بس ما وصلتش للايدج اللي فوق. لو قلت له ابلاي طلع لك ايدج وفر، وفر قد ايه اللي انت تقفل الشكل اللي تحت وبعد كده تعمل فيلت على الايدج اللي تحت، وفر كتير صح؟ طيب في الاوبشن الفيس فيلت في فاريبل فيلت، الفاريبل ده عن طريق اللي انت تعمل عايز تعمل فيلت مثلا تحت خلاص، فبتحدد له مثلا هنا الريديوس بتاعت الستارت 2، طب الريديوس بتاعت الاند خليه 5 اصلا مش 25 خليه 25 تبان شويه، تلاقيه عمل لك فيلت ايه؟ بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام؟ واضحه كده؟ طيب في برضو طبعا في اوبشنز ثانيه اللي انت عايز تعمل الفيرتكس مثلا هتحدد له نقطه، بس انا ما اعتقدش ان انا عندي هنا فيرتكس، ممكن فيرتكس ديت يعني هو من الاوبشن كده بتختار نقطه، النقطه دي تبقى الايدجات بتاعتها متوصله فبيختار لك 3 ايدج مره واحده ماشي؟ بجربه. طيب ده بالنسبه ايه؟ للفيلت. طيب عندي ايه تاني؟ نجيب ايه تاني يا ربنا؟ ماشي. عندي الشكل اللي قدامي ده، الشكل اللي قدامي ده انا عايز افرغه من جوه بالكعبله اللي فيه دي كلها خلاص؟ يعني انت لو هترسمه الاول عايز تفرغه ايه؟ يعني السيكتس بتاعه يبقى ثابت كله في المحيط جوه. تمام؟ يعني مثلا الوينج اللي احنا رسمناه من شويه المفروض جناح الطياره بيبقى خزان الوقود اصلا. تمام؟ وما بيتعمل ما بيتعملش ستيل او ما بيتعملش كله ده كله مليان جوه. ليه؟ انت محتاج الوزن الطياره يبقى خفيف. ما ينفعش انت تروح ايه راح جاي قايل لي الوينج بتاعي 2 متر ولا حاجه ولا 3 متر وكل ده ستيل او وات ايفر الماتيريال. تمام؟ معدن. كده غلط، هو بيروح عامل ريبات اللي هي الكونستركشن اللي احنا رسمناها ديت بيقسمها كده على مسافات، يعني هو بيحسبها عشان الستريس وكده والفايبريشن، بيروح ايه؟ حاطط ما بينهم مثلا الوقود وكده الكلام ده كله. طيب الكلام ده بيبقى متفرغ من جوه. طب انا حاجه مثلا مثال تاني صغير، الفازات اللي عندنا او اي حد عنده فازه في البيت مثلا، الفازه دي مش السمك بتاعها ثابت بس ممكن بشكلها متغير صح؟ زي الحاجه اللي عندنا دي، انا عندي فيلت بالشكل ده وعندي فيلت هنا وعندي فيلت هنا وعندي الجزء بتاعي شكل معقد كده بس عايز افرغه من جوه. تمام؟ افرغه من جوه بايه؟ بامر اسمه تشيل ماشي؟ تلاقيه فين؟ هتلاقيه تحت الشنفر على طول، امر اسمه ايه؟ اسمه تشيل. طيب وزي ما انت شايف كده هو جاب لك شكل تاني اللي هو ده اعتقد سشوار، بيقول لك ايه؟ طبعا هو لو قريت الكلام ده بيقول لك ان الفيس اللي هتعمل له سيلكشن هيتمسح، يعني هيتفتح ويبقى ايه؟ مفتوح قدامك كده. طيب تعالى نشوف تشيل بيقدر يتعمل ازاي. اول ما تدوس على تشيل انت عايز سمك اللي يفضل، فهتكتب له السمك ده، السمك ده مثلا خليه 1 مللي، لا خليه صغير جدا 5 من 10 برضو. طيب هو الشكل معقد فمش عارف، خليه 1 من 10. تمام؟ هو محتاج سمك صغير جدا عشان الفيلت اللي انت عامله وصل للاتش، فلو كبير هيعمل لك سمك كبير فهي مش هيحافظ لك على الشكل الخارجي. طيب على اساس ايه بقى الشكل الخارجي اللي انا بتكلم عليه ده؟ في 3 اوبشن عندك، عارف اكسترود؟ مش كان في لبار اكسترود دايركشن 1 ودايركشن 2 وسيمتري؟
نفس القصه بيقول لك هنا السمك بتاعك هتخليه لجوه ولا لبره ولا لجوه وبره؟ يعني ايه جوه وجوه بره والكلام ده كله؟ عندي انا لو قلت له انا عايزه لجوه فبياخد البعد بتاعه من الفيس الخارجي لجوه الفيس اللي هو هيعمله لك وياخد البعد ده بتاعه السمك بتاعه تمام؟ يعني انا لو عندي خط كده وعندي مستطيل كده وعايز افرغه فبياخد هو السمك بتاعه كده تمام؟ ده الخارجي الاساسي بتاعي فراح جاي ايه قاسم المسافه ديت حاطط لي ده الايه؟ 1/10 مللي. طب لو عايزه لبره بيعمل ايه؟ يروح جاي ثابت على ده وعامل لك لبره 1 مللي، كانه بيعمل ايه؟ اوفست 1 مللي، تمام؟ اوفست للشكل مش بقى الخطوط والكلام ده كله. طب جوه وبره هياخد ال 1 مللي دولت ويقسم لك ايه؟ نص جوه اللي هو 5% 5% ايه؟ تمام؟ طيب هنا الاوبشن اللي معانا اللي اشتغل معانا اللي هو ايه؟ او مش اللي اشتغل اللي انا اخترته من الاول هو الانسايد، تمام؟ طيب الانسايد ده اللي هو اللي جوه. طيب ايه بقى لو انت دوست على كده اوكي على طول هيفرغ لك الجسم، بس هل انت شايف الجسم متفرغ؟ طب اشوف ازاي متفرغ. تيجي من فيجوال مثلا فيو وفيجوال ستايل وتقول له مثلا عايزه ايه؟ واير فريم. واير فريم ده هيجيب لك الشكل الخارجي بس، طب انا عايز اشوف الداخلي هتقول له واير فريم وز ايه؟ هيدن ايدج. هتلاقيه عمل لك ايه؟ هيدن ايدج كده. بس الهيدن ايدج طبعا هتلاقي ايه؟ صغيره جدا. يعني لو لقيت كده بعد زوم كبير جدا هتلاقي الايدج ده بتاعك منقط كده والاحمر والابيض بره. عامل لك الايدج صغير. طيب هقول له دلوقتي مثلا انا عايزه رياليستيك اللي هو الشكل من غير ايدجات باينه ولا اي حاجه. طب واحد هيقول لي انا ما شفتش الايدجات بتاعتي، اشوفها ازاي؟ ممكن تعمل سيكشنز. سيكشن كده شكل السيكشن ده تشوف الفيو بتاعه بس. فهتدوس من هنا هتلاقي في فيو برده، هتلاقي في الجزء بتاع هنا السلايس. تقول له انا عايز ايه؟ هاف سيكشن مثلا. الهاف سيكشن بالنسبه لايه؟ مثلا بالنسبه للفيس ده. وهاخد الاوفست بتاعي لورا كده هسحبه لورا تلاقي الجسم بتاعك ماله؟ مفرغ من جوه. تمام؟ طيب هل السيكشن اللي انا اخدته كده قطعت؟ لا ده ايه؟ فيجوال بس. طيب طب اطلع منه ازاي؟ هتدوس على السهم ده تقول له ايه؟ اند سيكشن ايه؟ فيو. ادي حاجه. طب بص بقى في امر تشيل بتاعي لو انا كده جيت وانا في امر تشيل اخترت في الموف فيسز اخترت الفيس اللي فوق الفيلد ده مثلا قلت له اوكي هتلاقيه فرغ لك هتلاقيه شال لك الحاجات اللي انت ايه بتختارها. سهل ولا صعب؟ طبعا شكل زي ده كان صعب ان انت ترسمه او ترسم ايدجات وتحافظ على المسار اللي بره ده هو اللي جوه. تمام؟ يعني مثلا كان في فتره من الفترات كنت باخد بدي كورس كده لواحد شغال في شركه بتاعت الاستنباط او بتاعت الحاجات بتاعت الصرف الصحي السيراميك والحاجات دي كلها، كان محتاج يعمل اشكال جديده اشكال غير اللي انت شايفها. فقلت له والله ادي الشكل الخارجي بتاعك اللي تعتبر ده الاستنبه بتاعتك واعمل له تشيل واقسم النصين مثلا اعمل فيلتس كتير هتلاقي شكل جديد كده طالع معاك. ماشي خلاص. هو مش هيقعد يحسبها ما تحسبش دي ده بيديك شكل جمالي مش اكتر. خلاص يا جماعه. طيب ايه الامر بقى اللي عندنا تاني؟ الامر اللي عندنا اللي انا ممكن اطبقه على البارت ده يعني مش هتفرق معايا في حاجه. افرض البارت اللي قدامي ده انا عايز اقسمه نصين. ماشي؟ عايز اقسمه نصين المره دي بقى هقطعه في النص كده وعندي كذا اوبشن يخلي البارتين معايا يعني خلاص بقى بارت قسمته اتنين بادي هيخلي الاتنين بادي معايا يشيل واحد ويخلي التاني تمام؟ يا اما هقطع بس هقطع فيس منه هقطع جزء منه كانك عديت سكينه فوق كده مثلا في تورته ولا حاجه زي التورته بالظبط. طيب ده اعمله ازاي؟ هتلاقي في امر تاني اسمه ايه؟ سبليت. خلاص امر اسمه ايه؟ سبليت. سبليت زي ما انت شايف في البريفيو اللي عندك ده عامل لك كده بلان في النص هو مموج يعني تمام؟ البلان ده راح قاسم لك تو باي بقى واحد باللون الابيض واحد باللون ايه؟ البني شويه. خلاص؟ طيب ده بيتعمل ازاي؟ لازم يبقى عندك تول كات. ايه التول كات دي؟ بلان زي اللي ظهر لك بس البلان ده مش هتعرف ترسمه غير لما ترسمه ايه؟ ترسم يعني انا ممكن اقول لكم عليه. البلان ده سيرفس. السيرفس ده بيترسم ازاي؟ بترسم الاسبلا او بترسم الكيرف ده خط
وتعمل له اكسترود للخط. بس ما بدل ما بتختار في الاكسترود عندك هنا كده مثلا بسرعه يعني مش 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 قصه خطيره يعني. لو رسمت لاين كده وعملت اكسترود تمام هتلاقي الاكسترود عندك. اختار البروفايل الاوتبوت بقى بتاعك انا شغالين بادي لحد الوقت لو صورة بادي لا خليه سيرفس واختار الخط ده في الدوكا فوق هيعمل لك ايه سيرفس. ايا كان بقى الدايركشن بتاع السيرفس ده ممكن تعمل ايه الشكل ده. طيب انا دلوقتي هعمل ايه على السكتش ده كده مش محتاج على سكتش انا هشوف بلان. وبالمناسبه لو انت فتحت سكتش زي ده ورسمت فيه حاجه وقفلته من غير ما تحتاجه اعمله ديليت. ليه؟ لو ما عملتوش ديليت هتلاقي فيه نقط صفرة كتير كده ايه في الزهره في السكتش بتاعك. قول له ديليت مش محتاجه انا. وتعالى نشوف في بلان عندي في النص. في بلان عندي هنا في النص البلان ده معدي في نص الجسم صح؟ طيب تعالى ادخل على سبليت. سبليت بقى اول حاجه بيطلبها منك تحدد انت عايز ايه. طب انا اول حاجه بيقول لك سبليت فيس اللي هو هيقطع فيس بس يعني عندك الجزء ده كده والفيس اللي فوق عايز تقطعه مثلا. طيب تاني حاجه بيقول لك تريم سوليد. عارفين تريم؟ تريم كان بيشيل الحاجه يعني خالص. طب اللي بعديها سبليت سوليد يعني هيقسم لك البارت بتاعك جزئين بس هيفضلوا لازقين جنب بعض مش هيتحركوا ولا مسافات ولا اي حاجه. طيب احنا بقى نشتغل ازاي؟ هتيجي اول حاجه بيقول لك سبليت تول. ايه السبليت تول؟ البلان اللي انت عايزه وليكن مثلا هو واي زد كده اخترنا السبليت تول. طب انا كده فاني اوبشن فاول حاجه سبليت ايه؟ فيس. فبيقول لك ايه الفيس اللي انت عايز تقطعها؟ اقول له والله انا مش عايز غير الفيس اللي فوق ده. بعد كده اقول له ابلاي تمام. تعالى كده نغير الفيو خليه شيل الزيتش. هتلاقي الفيس طبعا انا ضغطت هنا هتلاقي ده لوحده وده لوحده شايفين؟ ماشي صعبه كده. طيب طب ايه سبب الموضوع ده؟ افرض مثلا انت عايز الفيس ده لوحده او هي اوامر قدام يعني لو انت هتكمل ان شاء الله في البرنامج بتختار مثلا عايز تشيل الفيس ده لوحده عايز تعمله ديليت زي مثلا ديليت فيس من فوق كده خلاص مسح لك الفيس لكن رجع لك ايه الفيس التاني كله مره واحده تمام. طب عايز تمسح التاني ديليت تاني خلاص بيرجع لك الفيس تاني مع بعض لكن هو لما بيقطعه لك ايه شكلا بس ماشي. طيب تعالى بقى كده اقول له سبليت وسبليت تول اقول له ده واي زد والمره دي هقول له ايه اعمل لي تريم سوليد. طب تريم سوليد ده هيعمل ايه؟ هيشيل جزء. انهي جزء؟ اول كده نرجع بس كده في السبليت الاولاني عشان الشكل يطلع سبليت تول واي زد وبعد كده ايه اعمل لي تريم سوليد هيشيل انهي جزء؟ هتلاقي سهم محطوط صح؟ السهم ده بيقول لك هنا ريموف يعني السهم الدايركشن اللي السهم فيه هيتشال. طيب واعمل الدايركشن بتاعه كده لهنا فالجزء اللي هيتشال هو الجزء ده تقول ابلاي تلاقي الجزء ده اتشال تمام. طيب هيفضل لك ايه الفيس ده كنسل. طب عايز ارجعه تاني اهو سبليت. افرض انا اخترت الواي زد وعايز المره دي اعمل تريم سوليد بس العكس تعمل ريفرس من هنا تمام. عايز ده كده مثلا تقول اوكي ده طالع لك الجسم التاني ماشي يا جماعه سهل الموضوع ده. طيب افرض بقى انا عايز الاثنين يفضلوا بس مفتوحين يعني مقطوعين كده بس محطوطين تمام. دي مش الكيس بتاعتك. الكيس بتاعتك اللي انت تعمل سبليت وبعد كده تعمل ايه كنترول اس وتسيف في بارت 2 تمام اللي هو ده تعمل كده وتسيف تروح عامل سبليت الناحيه الثانيه وتسيب خلاص خلصت كده ماشي. سبليت هعمل سبليت والمره دي هقول له ايه اعمل لي ايه سبليت سوليد بس زي الفيس بالظبط اللي كان موجود عندي هيعمل لي سبليت. طب التولز اللي هتقطع هي البلان ده اقول له اوكي هتلاقي في ايه في جسمين جسمين. انت بعرف ان في جسمين ازاي يعني انا كل الشغل اللي انا بعمله دلوقتي كان بيبقى فاضل جسم واحد صح. طب انا عرفت اللي فيه جسمين ازاي؟
هل عشان جيت على الفيس كده لقيته مقطوع والفيس المجاوره ليه مقطوعه؟ لا، هتلاقي الايقونه بتاعت البارت بتاعتك اتغيرت، ما بقتش مكعب كده وباللون الاصفر في برتقالي، لا بقت عباره عن تو بارت كده محطوطين فوق بعض، تمام؟ وتحت كده في فولدر اسمه سوليد بوديز مكتوب فيه 2 اللي هو سوليد 2 وسوليد 3، شايفين الكلام ده؟ طب افرض انت بعد ما عملت تريم زي ده واشتغلت مثلا في جزء واشتغلت في جزء تاني وعايز تعمل لهم ميرج مع بعض، عايز ترجعهم تاني سوليد بودي واحد، اتعمل ازاي؟ تلاقي في اداه تانيه اسمها كومباين عكس السبليت، دي اللي بقى بتجمع، هتدوس على الكومباين، اول حاجه بيقول لك البيز، تمام؟ ايه البيز؟ هتفرق معايا انا هجمع الاثنين على بعض صح؟ فاختار ده، وبعد كده التول بادي هختار ده. طب ايه هنا اشمعنى بيقول لي البيز ومش البيز؟ لان في اوبشنز برده موجوده، اول اوبشن جوين اللي انت هتعملهم ميرج مع بعض. طب تاني اوبشن كات، لو انت عايز حاجه تقطع من ايه؟ من البارت ده. يعني مثلا ممكن تكون البارت ده هو التول كات وهيقطع من الايه؟ من البادي ده. طيب ايه اللي بعديها؟ انترسكت، افرض هما بيشتركوا مثلا في حته معينه هيفضل لك الحاجه المشتركه ما بينهم، ماشي؟ طيب انا دلوقتي في الحاله دي انا عايز اعمل ايه؟ جوين، بعد ما تتصوروا هما الاثنين اقول له ابلاي هيرجع لك تاني ايه؟ سلوت بادي واحد. خلاص يا جماعه؟ طيب الاوامر ديت السبليت والكومباين بتعمل لك بتخفي لك كده الاوامر اللي قبليها، بس مش معنى كده ان انت ما تقدرش تعدل عادي، بس بيقول لك ان الامرين دولت انت ايه؟ خلاص دولت مقصرين كلها على الفيتشرز اللي قبليها، ماشي يا جماعه؟ سهلك ولا صعب؟ طيب لو جيت انا بقى كده عملت اوبن لبارت مثلا سوليد ورك زي ده، تمام؟ لما تفتح بارت سوليد ورك بيقول لك حاجه اسمها ريفرنس موديل. ايه الريفرنس موديل ده؟ وايه الكونفرت موديل؟ الريفرنس موديل دي اداه في الانفنتور بتتيح ليك اللي انت زي ما قلنا في اول مره انك تستخدم النون نيتف داتا، يعني النون نيتف داتا اللي هي اي بارت مرسوم على برنامج غير الانفنتور تقدر تستخدمه عندك هنا في الانفنتور من غير ما تعدل عليه، واي تعديل يحصل على البارت ده في البرنامج الاصلي بتاعه بس لازم يكون على نفس الجهاز او على نفس السيرفر بتاع النت، تمام؟ تقدر ايه تعدل في السوليد ورك مثلا، لو ده بارت سوليد ورك هتعدل في السوليد ورك، هيتعدل لك فين؟ في الانفنتور اوتوماتيك. طب الاوبشن الثاني كونفرت موديل، هيعمل لك كونفرت للسوليد بادي بتاع السوليد لايه؟ للانفنتور، وساعتها هيعمل لك بريك لللينك ما بين الملف الاساسي والملف بتاع الايه؟ بتاع الانفنتور. طب تعالى نجرب الحاجتين دولت قبل ما نكمل الامر اللي انا عايزه. قلت له ايه؟ انا دلوقتي هختار اول اوبشن ريفرنس ايه؟ موديل، واقول له اوكي. هيجيب لك البارت بتاعك كده خلاص، والبارت ده مكتوب لك ستوك بادي، تمام؟ دوت اس ال دي بي ار تي اللي هو سوليد وركس بارت، تمام؟ طيب ده قدامي اهوت البارت مفتوح ايه؟ مفتوح بالشكل ده. لو جيت انت دلوقتي تفتح السوليد ورك تفتح نفس البارت اللي هو ده اوبن مثلا فين؟ خلاص نفتحه من هناك، نجيبه كده اوبن ومن هنا كليك يمين اول اوبن كده انا فتحت ده. لو انا عندي شايفين الجزء ده، لو الجزء ده مثلا عملت له عديت عليه ده الاكستروب بتاعي خليته بدل 25 هخليه 5، تمام؟ 5 هنا ده ايه؟ التول بتاعه قل، ده اكسترود برضه بس بطريقه ثانيه. طب ده كده قل صح؟ كل اللي هتعمله هتعمل ايه؟ او اللي شغال على السوليد ورك هيعمل سيف، هيسيف البارت بتاعه وهيقفل ايه؟ او ما يقفلوش وينزله كده يروح تاني على البارت الايه؟ الموجود عندي ده لسه كبير صح؟ بس ظهر لك علامه هنا، العلامه دي اسمها ابديت، لوكال ابديت، زي ايه؟ زي البرق كده، هتدوس عليها كده ابديت هيروح هو قاري التغيير اللي حصل على السوليد وورك ويتعدل لك ايه؟ على طول هنا، تمام؟ الكلام ده في البارت ليفل والاسمبلي ليفل، خلاص؟ طيب
طب افرض انت بقى عايز تعدل على البارت ده شويه حاجات، عايز تعدلها خلاص لازم تعدل، مثلا عايز تغير عايز تغير الاكسترود ده لفوق من غير ما انت موجود اصلا معاك سوليد وورك، تعمل ايه؟ كل عليك في اداه هنا اسمها دايركت، ممكن تستخدمها وتعدل على البارت ده، او ممكن تعمل سكتش على الفيس ده وتعمل اكسترود عادي، ده اوبشن تاني. طب ايه الاداه دايركت دي بتعمل ايه؟ بتعمل شويه حاجات. اول حاجه دايركت، دوس على دايركت هتلاقي فيه شويه حاجات. اول حاجه موف دي بتحرك، بتتحكم في الطول، في السايز، الكلام ده كله، بس هي في الطول اكتر، انت بتغير الحاجه في الطولها او بتغير البوزيشن بتاعها. طب تاني واحده السايز، تمام، اللي انت عايز تغير السايز بتاعك. تالت واحده السكيل، لو انت عايز تعمل سكيل للبارت 3 دي والسكيل دي موجوده مش للبارتس بتاعت سوليد وورك بس او بارت تاني، لا الدايركت دي ممكن تستخدمها على ملفات ايه انفنتور عادي. ممكن واحد مثلا جاب بارت ده طلع السكيل بتاعه زي مثلا الوينج اللي استخدمه شويه، طلع السكيل بتاعه مثلا 1 مللي اللي هو الابعاد بتاعته 1 مللي، وعايز تخليه على طول كده بعد ما عملت الابعاد بتاعتك كلها شغال بالملي، وفوجئت تلاقي ده انا كنت عايز اشتغل بالمتر، هل هتعمل الاول؟ هل هتدخل تعدل في السكتشات بتاعتك؟ لا، طب ما تعمل السكيل البارت كله على كام؟ ضربه في 1000، فكل حاجه هتتعدل في 1000 مثلا، تمام؟ او تستخدم ده. طيب تيجي للموف، الموف مثلا هنيجي نعمل الجزء اللي انا رسمته، فهتيجي قريب كده من الفيس اللي انت المفروض كنت هترسم عليه سكتش، اضغط عليه كده هيظهر لك ثلاثه كوردينيت. ثلاثه كوردينيت دول لو جيت على السهم اللي فوق كده وسحبت لفوق هيضيف لك ايه؟ هيضيف لك سوليد وبالايه؟ بالرقم اللي انت هتحطه، بالدايمنشن اللي هتحطه. اقول له مثلا ده 20، هتلاقي ايه؟ مكبر لك الشكل كده ايه؟ 20. طيب تعالى كده الهول دي، الهول دي في النص، عايز احركك كده شويه يمين شويه اي حاجه، دوس على الهول كده، تمام؟ نقفلها تاني دايركت، دوس على الهول، ممكن تدوس تاخد النقطه دي كده، تاخد الهول كده على الجنب، خدها مثلا بلاش هنا، خدها بره كده، تقول له هيعمل ايه هو؟ هيقفل لك الهول اللي هنا ويحركها لك فين؟ في الجنب، في المكان اللي انت عايزه. طيب تعالى كده في الجزء ده، ديت مثلا عايز احركها كده، ممكن نقول ايه كده، تقول اوكي، هتحرك معاك، تقدر ايه؟ تعدل الكلام ده كله. ممكن اروح معدل الدايركشن ده كله، اخد ده كده هكذا، تمام. طب هل التعديلات بقى هنا تروح تلاقيها في السوليد وورك؟ لا، التعديلات انت عملتها فين؟ في الانفنتور، تمام. فاي تعديل انت هتقدر تعمله، يعني مثلا لو جيت عدلت مثلا حاجه هنا، تعالى نعدل مثلا، نقول هنضيف حاجه هنا مثلا سكتش، نضيف مثلا كده ايه دايره هنا واعمل لها اكسترود حاجه صغيره كده، روح هناك اعمل سيف، طبعا تقدرش تعمل سيف، بعد كده ايه هتيجي هنا اقفل الامر بتاعك، تلاقي ابديت، دوس ابديت هتلاقي ضاف لك ايه الجزء بتاعك. طب هل بقى بتاع السوليد اللي شغال على السوليد، هل الحاجات اللي انت عدلتها دي هتعدل عنده؟ لا، هيضطر هو يشوف انت عدلت ايه ويعملها عنده تاني من اول جديد، ماشي. فدي ميزه للانفنتور اوفر اي برنامج تاني، ماشي يا جماعه. طيب لو جيت بقى عايز اغير، اعمل الكنترول زد الحاجات دي، طبعا مش عايز اعدل كده، عايز بقى اعمل ايه؟ عايز اغير السكيل ده، طلع مثلا وانا بعمل انسبكت كده، انسبكت عايز اقيس الديستنس، ديستنس ما بين اللاين ده واللاين ده مثلا او النقطه دي، طلعت لي 189، 189. افرض انا عايز اركب البارت ده ايا كان شكله، عايز اركبه ال 189 عايز اركبها مثلا في 300، خلاص؟ يعني عايز المسافه دي بدل 189 عايزها 300، هل اروح اعد الديزاين من اول وجديد واقعد اشوف الدايمنشن ده اوصله 300 ازاي؟ لا، هتروح جاي على دايركت كده وتختار البارت، بس تختاره بعد ما تدوس على سكيل، لان انا عايز احول السكيل بتاعي. طب السكيل بقى هتعمله ازاي؟ مش ده 300 وده 189، انا عايز اكبر ولا عايز اصغر؟ كبر، يبقى تاخد الكبير ده وتقسمه على ايه؟ على 189. طب هتحسبها في ايدك؟ لا، كل اللي عليك هتختار البارت
وتروح جاي في السكيل هنا الاكس اللي هو الايه الفاكتور بتاعك، تروح كاتب ال 300 بتاعك على 100 كام؟ 189، وتقول له ايه؟ اوكي خلاص ضاف لك الكلام ده. تعالى نتاكد انسبكت اول ديستانس بين اللاين ده او النقطه دي النقطه الميد بوينت دي اصبحت كام؟ 300 بمنتهى السهوله. ماشي يا جماعه؟ يعني انت رسمت بارت، البارت ده فيه ابعاد مثلا لقيت البعد اللي انت عايز تركب فيه وانا كنت راسمه ابعاد متناسبه مع بعضيها فشكله عايزه ثابت، بس الابعاد بتاعته في بعض منهم عايزه هو يفت السكيل اللي انا عايز اشتغل عليه، فهتعمل ايه؟ هتغير السكيل مره واحده. سهل كده ولا صعب؟ تمام؟ طيب فاضل ايه كمان ناقص؟ احنا قلنا ازاي نعمل سلكت؟ طيب في شيب نيجي نشرح دول. قلنا ازاي نعمل ريب برضو صح كده؟ افرض انت بقى عايز تجيب بارت، البارت ده عايز تجيبه كده مش تعمله ريفرنس بقى جيومتري، عايز تجيب البارت وتحوله وتعدل عليه وتعمل بريك للينك ايه اللي عندك. هتعمل ايه؟ تقول له اوبن. المره دي وانت بتختار البارت بتاعك وليكن مثلا هاند ويل خلاص، بس قلت له بدل ريفرنس موديل عايزه ايه؟ كونفرت موديل. تمام؟ قلت له اوكي. هتلاقي راح حاطط لك البارت بتاعك كده، والمره ديت هتلاقي البارت بتاعك مقفول كده مش هتعرف تعدل عليه حاجه. تمام؟ طيب هل اقدر اعدل عليه؟ في اد ان، الاد ان ديت طبعا هضطر في الانفنتور فين اعتقد ممكن اجيبها بسرعه. ايوه اوتودوسك فيتشر ريكوجنيشنز. تمام؟ دي بتعمل ايه؟ هتاخد الاوامر بتاعت السوليد وورك وهتحولها ايه؟ للانفنتور. فانا هسيبها دلوقتي قدامكم هو 3 ميجا، 3 ميجا هيوفروا عليك ايه؟ شغل كتير جدا. بسرعه بقى نقفل بقى السوليد مش محتاجين حاجه. اخد وقت كتير كده ليه؟ هيعمل ايه؟ لو عندك البارت مرسوم مثلا بريفولف هيروح هو رسم لك السكتش وهيعمل لك ريفولف. تمام؟ طب وبعد كده لو في مثلا باترن هيروح مكرر لك الباترن كده. انا هو اتسطب على طول كده. افتح بقى الانفنتور تاني والبارت اللي انت هتاخده، بس هتعمل بريك هتخليه موديل على طول. هتيجي بقى تفتحه كده وكليك يمين هتقول له ايه؟ اعمل لي ريكوجنيشن هيخلصه لك على طول. انا هعمل اهوت اوبن. اوكي المره دي اقول له ايه؟ كونفرت موديل. تقول له اوكي نزله لك كده صح؟ تيجي على الفيلت او الفيلت 1 كليك يمين وهتقول له ما نزلتش ولا ايه؟ طيب هو شكلها لسه ديت مش هتشتغل 2017 تقريبا، كانت شغاله 2016. ماشي هبقى انزلها الجديده. بيبقى هتلاقي في هنا في ريكوجنيشن، فالمفروض هو بيكونفرت البارت ده ليه للفيتشرز الثانيه. هبقى اشوف البتاع ده 2017 لان انا كنت شغال على 2016 بيها. بتحول لك البارتس ديت ليه؟ تقدر تعدل على الفيتشرز اللي فيها على طول. يعني دي فايدتها لو حاجه عندي سوليد وورك؟ لو عندك فايل كده ايا كان سوليد وورك اي بارت تاني وعايز تعدل بقى اللي جوه، يعني مثلا الباترن ده 4 ده كان لو كان معمول باترن فعايز تعدل فيعمل لك باترن، تدخل على الباترن ده تقول له عايز 5 فيعمل لك 5 على طول. فانا هدخل على الموقع الويب سايت بتاع اوتوديسك واشوف هل نزل له 17 فيس ده ريكوجنيشن ولا لا، الفيتشر ريكوجنيشن ولا لا. تمام؟ طيب المفروض كده اوامر ال 3 دي خلصت ما عدا امر واحد او من ثلاث اوامر بس ما لهمش فايده قوي اقول لكم عليها برضو.
هنفتح كده بارت جديد، في حاجة عندك اسمها درايف، في حاجة اسمها امبورت. امبورت ديت اللي هو ايه؟ لو انت عايز تجيب حاجة من كات فايل او توكات زي كده وتشتغل عليه، تمام؟ زي بالظبط الايه؟ السكتش، وتاخد من كات فايل. طيب ايه بقى غير امبورت؟ في حاجة اسمها درايف. ايه درايف ده؟ درايف ده حضرتك ممكن تاخد البارتس، تجيب ملف اسمبلي مثلا. يا احمد ركز في دي، ممكن هتجاوب سؤال من الاسئله اللي انت كنت بتسالها عشان تعمل سيميليشن على روبي. ازاي تاخد ملف اسمبلي؟ ملف الاسمبلي ده فيه بارتس، تسيفهم كبارت واحد، تمام؟ تعملها ازاي؟ وازاي تعمل كومباين ما بين البارتس كده وبعضيها؟ فهتعمل درايف، بتروح جاي مختار. طبعا نرجع تاني كده، وليكن مثلا حاجه زي دي اجنورنا تاني الفالف، تلاقي فيه بارتس كتير، ممكن تختار الاسمبلي. طبعا ده هو هنا بيقول لك النوتيفيكيشن اللي طلعها لك دي بيقول لك ايه؟ ان الفايل ده مش في البليسنج بتاع الكومبوننت بتاعت البروجكت اللي انت عامله، خلاص؟ يعني انا لما اخترته من بروجكت تاني، فيظهر لك العلامه دي. المفروض اي فايل انت تستخدمه يكون في نفس ايه؟ البروجكت فولدر، تمام؟ اقول له ماشي اعمل لي افتحه لي عادي، خلاص؟ هتلاقي هنا اول ما هو بيجيبه لك كده بيجيب لك ايه؟ البارت ايه؟ الاسمبلي بتاعه كله، وبيديك اوبشنز هنا. اول حاجه كومبايل، هتخليهم كلهم ميرج بادي. لو ايه؟ عايز تعمل سبتراكت الحاجه، عايز تقطع حاجه من الثانيه، لو في سيرفيس ولا بتاع. طيب لو انا في كومبوننت من دول انا مش عايزه هنا في البارت، يعني في مثلا نقول الفالف ذات نفسه، الفالف ده انا مش عايزه، يعني انا بعمل درايف للاسمبلي مش عايز البتاع ده. هتيجي تعمل ايه؟ هتروح دايس على علامه الزائد دي، شايفين الزائد اللون الاصفر ده؟ دوس عليها، تحول باللون الاحمر، تمام؟ دي معناها كده ان انت لما تعمل درايف للبارت الفالف ده مش هيجي معاك، بس هيجي بقيت ايه؟ البارتس، تمام؟ ممكن انت تكون بتعمل بروجكت كبير، فالبروجكت ده عايز تحول جزء الاجزاء منه بارت في ابلكيشن مثلا. هتروح ايه؟ هتروح اخد الاجزاء اللي انت عايزها بس، ماشي؟ طيب فالف هتقول له اوكي. لما يعمل لك بقى درايف، فين الفالف؟ اختفى من عندك، تمام؟ والبارتس كلها محطوطه ايه؟ عندك ايه؟ ماشي يا جماعه؟ طيب نقول كاوش شغال يا عم، شغال نقطع الحته بتاعت التهنيجه دي. لو انا عندي بقى الفيس ريكوجنيشن دي المفروض عندنا ولا احنا المفروض بننزلها عشان ما انا كنت شغال على 2017 لسه منزله بقالي فتره، فما استخدمش عليه الفيس ريكوجنيشن، فانا سطبتها معاكم بس دلوقتي بحسبها هنا هتشتغل على الفيرجن بتاعها. يا جماعه لو انت عايز تشتغل كده، لو انت مش عايز خلاص. انا مثلا كان في واحد بيقول لي انا عايز اعمل كونفرت البارت عشان عندي، فرحت مدور عليه. ما اي حاجه، اي حاجه في الانفنتور ميز الانفنتور، اي حاجه انا بفكر فيها بلاقيها فيه فعليا. انا اي فيتشرز انا عايزها بلاقيها، لدرجه لو قلت لكم قبل كده ان الناس بتوع 2017 ما لقوش حاجه يضيفوا عليها، راحوا جايين على البلوج وقايل انتوا عايزين الناس انتوا عايزين ايه. فلما اقول لهم عايزين مثلا نعمل 3 دي بي دي اف، حط لهم 3 دي بي دي اف. لما اقول عايزين مثلا نعمل حاجه، حط لهم، وراحوا مزودين الشيب جنريتور الكلام اللي هنا ده، تمام؟ ان شاء الله نبقى نقول لكم عليه في الاخر. طيب نيجي بقى لموضوع البروز اللي عندي ده. لو عملت سكتش جديد كده ورسمت عليه مثلا كده ريكتانجل اي شكل، وهتعمله اكسترود طبعا، اهو اكسترود. لو جيت على الفيس ده بقى كده قلت له سكتش، والمره دي مش هعمل ايه؟ مش هعمل سكتشات، انا هعمل تكست. يعني مش هرسم لاين، هرسم اي حاجه، هعمل تكست. تكست هتدوس عليه كده وتحدد له المكان اللي انت هترسم فيه او اللي هتكتب فيه، هيطلع لك ويندو كده. الويندو ده اللي هتكتبه، يعني مثلا لو قلنا ايه؟ اوتوديسك، اوتوديسك انفنتور، خلاص. وجيت غيرت مثلا، كبرت الفونت شويه 6، عملت كده قلت له اوكي، تلاقي كتب لك ايه؟ اوتوديسك انفنتور، تمام؟ طيب لقيت الفونت كبير، اضغط دبل كليك كده عليه
كنترول A اديله مثلا خليه 2 فوق. تمام؟ كتبت كده ديسك انفنت. هو اللي كتبه ده عايزك كايه؟ كتكست. طيب التكست ده لو انت كاتبه كده ده كانه حط لك بس لون، ما عملش اي حاجه اكتر من كده. طب انا عايز احفر بقى او عايز اطلع اعمل بروز، قدامك حاجتين. لو عايز تعمل بروز ممكن تجيب اكسترود كده وتختار التكست ده. تمام؟ سهله دي. اقول له مثلا دي 1 ملي، هيعمل لك ايه البروز بتاعك كده. سهله؟ طيب. طب لو عايز احفر ممكن تعمل كات. طيب ماشي، تعالى نقول له كات. وهكذا. تمام؟ طب لما انا جيت كده عملته على سطح ايه؟ مستوي، صح؟ طيب في اداه ثانيه بقى بتشتغل على اسطح اللي مش مستوي. تمام؟ هنشرحها كده. اسمها ايه؟ امبوز. اسمها ايه؟ امبوز. بتلاقي شكل بقى مش مستوي بس بترسم على اوفست بلان منه، والبلان ده هو بيسقط لك الايه؟ الاسم ده على الشكل. طيب انا هنا رسمت بس كده اسطوانه دلوقتي، فاجي مثلا استخدم عليه امبوز، مش هيقول لي لا امبوز. اول حاجه بيقول لك البروفايل اللي هو ايه؟ ده. وبيديك ايه؟ اوبشنز هنا. اول حاجه امبوز فروم فيس، لو انت لاحظت كده هتلاقيه عمل لك ايه؟ عمل لك سمك لفوق. فهجرب اقول له اوكي، هتلاقي عمل لك ايه؟ اللي عمله الاكسترود. تمام؟ لو جيت كليك يمين على امبوز 1 ديت ايديت فيتشر، وقلت له المفروض انا عايزه ايه؟ قطع لي الثاني الناحيه الثانيه، هتلاقي قطع لك الاكسترود كات. طيب ايديت فيتشر، وثالث حاجه كده بقى اللي هي امبوز او ايمج فروم بلان. انا هنشوف اللي هيحصل. تلاقي بقى هنا مفيش اوبشنز حاجه، ومش هيقطع، مش هيعمل اي حاجه. مش فاكر تقريبا بتاعت سامنا امبوز. لو عنده بلان، يعني اللي فاكره انا دلوقتي ما بستخدمش الامر ده كتير، لو عنده بلان كده مايل ما بين جسم فبيكرر لك الامبوز بتاعك على الايه؟ على السطحين، على سطحين مختلفين. تمام؟ طيب انا هنا دلوقتي خلاص عرفت ازاي بيشتغل. المفروض بقى بيتعمل على ايه؟ يعني مثلا لو عندي شكل دوراني بقى كده، نعمل ايه؟ حاجة تانية. في حاجة غريبة النهاردة. لو جيت المرة دي بقى قلت له ايه؟ انا هرسم سيركل كده. سيركل ده 50، وعامل اكسترود على 100 مثلا. خلاص. وراح جاي عامل اوفست بلان من واحد كام نص، اسحبه في اي مسافه. اقول اوكي. واجي بقى على البلان ده هعمل سكتش. اروح اعمل تكست. خلاص المره دي مثلا كده نكتب ايجاك. اقول اوكي. هكبر بقى التكست ده شويه المره دي عشان نشوف هيسكتوا ازاي. ايه؟ او خليه هنا مثلا 20. تمام؟ هو كبير قوي. 15. البلان هعمله فيزابيلتي، ما عنديش غير ايه؟ التكست ده. تعالى بقى كده نقول امبوز، اختار البروفايل بتاعك. تمام؟ هتقول له ايه؟ اعمل لي اوفست. اقول له ديت كان منين؟ بلان. تعالى نختار الدايركشن. مفيش برضه. ما بنسى الامر دايما. في هنا الفيس اللي انا عايز اعمل عليه اكسترود، او عايز اعمل عليه البوز بتاعي، في اوبشن هنا اسمه ايه؟ او التشيك مارك، بتعملها على ويرب تو فيس. الويرب ده اللي هو بيسكت لك على شكل ايه؟ دوراني مثلا، اي شكل غير منتظم. فاقول له ويرب، هيقول لك ايه الفيس بتاعك؟ هتقول له الفيس بتاعي ده. تمام؟ طب الدايركشن بتاعي فين؟ هتلاقي الدايركشن بتاعك لبره مثلا، او لجوه. لبره. قول له اوكي. هتلاقي عمل لك ايجاك ازاي؟ بص كده. تمام؟ وعمل ايه هنا؟ خد لك الميرور بتاعه وحطه لك عنده. طيب تعالى نعدل كده شويه. ايديت فيتشر. المره دي اقول له ايه؟ الدايركشن الثاني. تلاقي عدل ايه؟ عدل المره دي فين؟ الشكل بتاعك. من غير ما تقدر ما تضطر ترسم ايه؟ ها؟ من
رغم تضطر ترسم على سطح مستوى. طيب ده بالنسبة ايه اللي هو هيعمل بروز. طب لو عايز اقطع تختار ايه الجزء التاني الاوبشن التاني تقول له فيس تلاقيه قطع لك لجوه. سهل ده يا جماعة. طيب واحد هيقول لي طب انا عايز اظهر الموضوع ده اكتر من كده، تحط الوان مثلا الوان للبارت بتاعك كله كده اللون الازرق، واللي جوه تدوس هنا تختار الفيس اللي جوه، الفيس ده كمان معاه، بس طبعا ايه تعمل زوم كده شويه كتير، تختار لون مختلف والجوه مثلا خلاص تمام. ممكن تلون بقى تظبط حالك الاشكال بقى، يعني انت خلصت الديزاين بتاعك طلعه بصوره كويسه. احيانا الفينش بيبين الديزاين اكتر من ايه من الديزاين ذات نفسه، يعني حتى في البروجكت اللي انتوا اللي انا انتوا خدتوها لما فتحت مثلا واحد زي ده الناس خدت من الشكل صح؟ يعني في شغل كتير في مش عارف ايه، بس لو بصينا للحاجه اللي جواه مفيش اي حاجه تمام؟ فدي الدنيا كده ايه ثابته بالنسبه لي. طيب المفروض كده مفيش حاجه، انا خلصت كده اللي هقوله النهارده، لو حد عنده سؤال يقول. ها قول يا جماعه في حد عنده سؤال في حاجه؟ طيب عايزين حاجه معينه عادها عشان المره الجايه نشتغل في الاسمبل، عايزين حاجه عادها تشاوروا نفسكم لسه معانا وقت كتير. طيب نشرح لكم حاجه تانية، ايه رايكم؟ تعالى ماشي. طيب احنا شرحنا السيركل باترن صح؟ تعالوا نشرح حاجه جديده اسمها سكتش درايف. طيب ماشي بص، لو جيت دلوقتي على فيس جوه كده يعني اديك شكل كده زي بتاع المروحه شويه سكتش، هعمل ايه دايره كده اي دايره اعملها اكسترود. شوف بقى لو انت عايز تعمل شكل مروحه يعني تعمل مروحه بقى زي اللي عندنا، الدايره دي هتبقى ايه هتعمل بامر لوفت تظبط حالك كده. طيب حاجه زي ديت انا عايز اكررها مثلا حوالين شكل الدايره ده، اعملها في ايه اعملها ازاي؟ هتيجي هنا سيركل سكتش باتر والفيتشرز، تختار الفيتشر بتاعتك اللي هي دي تمام. طب تاني حاجه بيقول لك روتيشنال اكس، لو عايز تختار شكل الدايره هو يعمل لك اكس وهمي اختار شكل الدايره تمام اهو من هنا. بس طبعا لو انت بتختار تنزل انت لوحدك يعني تختار الفيتشرز بتاعتك وتنزل على روتيشنال اكس عشان تختار ده، هتلاقي مكرره كده كام مره؟ ست مرات على زاويه 360 ماشي. انا مثلا عايزه ثلاثه بس، هتقول له اوكي يروح اعمل لك ايه الجزء بتاعك كده. سهل ولا صعب؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى في تول جديده في 2017 اسمها سكتش دريفن تمام. ايه السكتش دريفن ده؟ زي الشكل اللي انت شايفه ده رسم لك اوبجكت والاوبجكت ده راح عامل شويه بوينتس وقال لك ايه انا عايز الاوبجكت ده يتعمل كوبي او يتعمل باترن على البوينتس دي. شايفين؟ بس الباترن بقى مش منتظم في اي حاجه انت عايز تعملها. ايوه تعالى بقى نشوفها كده في بارت جديد شبه اللي هو قال عليه سترود هنا، ورسمت مثلا كده وسترود تاني، ورسمت مثلا على السكتش ده راح ترسم اي حاجه. هو الفكره يعني لما اشوف له استخدام هو لسه نازل فما عملتلوش شيت يعني ما عملتلوش اي رسمه، هنعمله ان شاء الله. وجيت عملت سكتش تاني والسكتش ده رحت مالي نقط كده، نقطة هنا 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 تمام فينش. طيب تعالى بقى كده اقول له ايه سكتش ايه دريب. اول حاجه اقول لك الفيتشر بتاعتك، اقول له الفيتشر. تاني حاجه هو مش محتاج تاني حاجه، عمل ايه اخد ايه اخد السكتش بتاعك اللي انت عامله، لان هو السكتش الوحيد اللي مرسوم فيه ايه نقط، تقول له اوكي روح رسم لك اعمل لك الدريفنج. سهل ولا صعب؟ تمام مش عارف لحد دلوقتي احنا بنروح على ابلكيشن يعني استخدمه فيه.
انا لحد دلوقتي ما عنديش ابلكيشن انا بستخدمه فيه. تمام؟ طيب نقول ايه تاني؟ طيب تعالى كده، كان في رسومات ما رسمناش، حاول نختصر استغل الوقت الفاضي ده. فين؟ دي خلصت صح؟ دول خلصوا، وده وده ودي المفروض كانت هوم ورك محدش عملها، دي كانت هوم ورك برضو، دي خلصت، ديت عملتها ولا لا؟ طب اقول فكرتها انا، صوت النهارده مش هنسى حاجه. فكرتها ايه بقى؟ وانت بترسم في واحد مثلا، انت قلت سويب صح؟ ما قلتش حاجه؟ طيب انت مالك، انا مش هغلطك. طيب طيب فكروا كده، قولوا لو انت الرسمه دي المفروض سمعت ان هي هوم ورك بس متاكد انا يعني. ايه؟ ممكن مش هوم ورك. ايش؟ تعرف كانت السبعه كلها؟ الصفحه كلها، لا مش دي، صفحه سبعه، صفحه سبعه؟ دي ثمانيه دي. طيب دايما دي ما كانتش هوم ورك. بص دي هتترسم، هتترسم ازاي؟ يلا بسرعه كده دي الافكار. بص في انا تجميعه كده، في خمس طرق ترسم بيها البورد ده. اديني 30 وانا هقول لكم الثلاثه التانيين. ممكن اعمل التو سلندرز دول والبينهم ده عامل ازاي؟ تمام ماشي، ده اول واحد. طب التو سلندر هتعملها ازاي؟ استنى ما عشان يبقى في افكار. اعمل تو سلندرز بعيد عن تعملهم ازاي؟ طيب واحدة اتكس تو، حد عامل ايه تاني؟ ريفولف. ماشي طيب قول انت كنت عايز تقول ايه بقى؟ اعمل السويب الاول بعد كده اعمل الاستراتيجي. ماشي طيب عكست ال طيب وبرضه هتعمل ريفولفر، حد عنده راي تاني؟ يلا واحد يطلع راي اسهل من دول كلهم. انتوا كلكم الشكل غركم قوي اللي هو عامل كيرف. ها؟ وقطع الحبه اللي هي دول بالامر اللي احنا صورناه. لا ده الكروس سيكشن ثابت. ممكن مش ممكن ارسم الجزء ده اقول لك سوت بس مش ممكن اعمل اكسترود؟ صح؟ ليه؟ عشان هو ريكتانجلر شيب، يعني هتدي له سمك في الاتجاه ده هيمشي معاه، لكن هو لو دايره هتضطر تعمل ايه؟ سويب. خلاص يا جماعه؟ ثانيه كده. طيب نرجع تاني بقى للتو سلندر بتوعنا دول. التو سلندر دول اتعملوا ازاي؟ انا لما اجي ارسم هعمل ارسم سكتشات ازاي؟ فين؟ سؤال غريب. سؤال غريب، ما انت لو فكرت فيها لو هي كانت هوم ورك. انا عندي تو سلندر صح؟ ده بادئ من هنا مثلا وده بادئ من هنا، او ده بادئ من هنا ومكمل كده وده بادئ من هنا. يعني لما تيجي تختار بلان هتختار انهي بلان عشان تشتغل عليه؟ وبعد كده هتكمل ازاي؟ يفضل بلان في النص. يفضل بلان في النص، بلان في نصهم يعني؟ كده؟ طيب اللي قال كده هيعمل بايه؟ بامر ايه؟ ريفولف. هيمشي معاه زي الفل مش هيحس بأي حاجة. طب ليه عامل اكسترود؟ مش هيحس بأي حاجة برضه، بس لو فكرت شوية. بص لو أنا جيت واخترت البلاد، البلاد ده كده مثلا معدي كده خلاص، ورحت راسم الدايرة ديت كده وعملت لها اكسترود، الدايرة الكبيرة دي عملت لها اكسترود الدايركشن ده، رحت جاي على نفس البلاد. بص يا استاذ احمد، انت جاي على نفس البلان ده وعملت الدايره الصغيره دي هنا، بس المره دي بقى هقول له اكسترود ايه؟ تو دايركشن. حاسس بحاجه؟ اسهل من الريفولف ولا لا؟ تمام؟ ادي الرسمه كلها. مش اي حاجه. طب
فهو يظهر البلان ده حته ثاني يعني كده هتبقى خلاص. هات بلان، هات بلان في النص ورسم عليه، وبعد كده بلان ثاني عمود عليه، مش عندك ثلاثه بليز عمود على بعض، فدي بلان رسمت عليه ده وعملت اكسكلود، البلان الثاني معدي كده في النص الرسم وعملت اكسكلود خلاص. طيب نقول الدلال ده عملت له ولا لا؟ حد فكر فيه؟ حد دور؟ بسم الله ما شاء الله بتعمل هوم ورك الاول تدور على حاجه اللي مش عايزها. طيب بص يا جماعه، الشكل ده سمعت عن حاجه دبل دبل سيت دبل بيتش دي دي البيتش، سمعت عن حاجه كده صح كده؟ طيب صح ده التليفون السيت ده هتعمل ازاي؟ الدلال ده هتعمل ازاي؟ شاطر. سويت كات. طب سويت كات او كويل شكله؟ ايوه بكويل. بكويل او ما تسويبه هتعمله في سيرفس. طيب ده هتعمله في كويل كات صح كده؟ طب كويل كات الشكل ده لما تعمله هتعمله زي بقى؟ تديله اديله ابعاد كده. اعطيه البيتش. ايوه بص على البيتش كده. ايوه 25 كم واحدة؟ 4 كم واحدة؟ 1 كم واحدة؟ 1 2 حلو. طيب البيتش بتاعك كام؟ لا البيتش بتاعك 25 فين الغطا بتاع الازازه؟ استنى جبت حد معاه ازازه هنا؟ لا هات الغطا، انا فاكر في حد جاب هات الغطا بس هشي كده عليكم. بص على السرد بتاعه بسرعه. خدت بالك؟ في سنين فوق بعض كده بس في شيفت في الانجل صح؟ شفت الغطا؟ ماشي بص على السرد اللي فيه السرد عادي. ايوه السرد عادي بس في اتنين، في اتنين سرد فوق بعض بس في ستارت انجل بتاعته متاخره شويه. اه حلو. طيب هات كمل. هنا هو نفس الضغط اهو بالظبط. هيركب عليا. طب عبات ما خلصت ليه احنا بنعمل دبل بيتش اصلا؟ لسه ما بنعمل الليد 2 بيتش عشان اللفه الواحده يمشي ايه خطوتين صح؟ طيب هنا عمل قال لك البيتش بتاعت 25 البيتش 25 بس المسار واحد. هنا عندك مسارين خلاص، المسارين دولت مسار بدل من زاويه صفر والمسار الثاني بدل من زاويه 180 عليه ماشي. المسار الاولاني بدل من زاويه صفر الثانية زاوية 180 عليه. طيب ديت مثلا عشان تفهموا اكتر ممكن ارسمها. لو انا جيت دلوقتي نيو عملت بارت كده، طبعا انا مش هرسمها بعدها بالظبط يعني بس ايه بسرعة كده رسمنا دايرة كده وعملت لها اكسترود بالشكل ده، رحت جاي على الفيس اللي تحت عملت سكتش ورسمت الدايرة دي اللي هي الدايرة الأولانية اللي عندي اللي هي الناحية دي تمام، قلت له فينيش، رحت جاي بأمر كويل اخترت الدايرة ديت هي البروفايل، الأكس بقى بتاعي ممكن أقول له إيه الواي أكسيز ودي له مثلا البيتش بتاعتي اقول له 20 ريفوليوشن مثلا 5 مش مشكله، اقول له المره دي اعمل لي ايه كات اقول له اوكي. شايفين قطع ازاي تمام؟ طب تعالى بقى قول له ايه انا عايز اكرره صح. ممكن انت حضرتك تيجي كده تروح قايل ايه طب ما انا هرسم دايره هنا برضو واعمل ايه كويل كات صح. طب انا اقول لك طب ما تروح انت بالسيركل باترن
شويه على زاويه 180، متكرر على زاويه 180، اختار الريفولف الكول كات واعمل له الاكس بتاعته، بس المره دي قول له انا عايز اتنين بس. شفت السرد عامل ازاي؟ طيب نكبر الدايره شويه عشان ايه يبان اكتر. شايفين الجزء هيطلع عامل ازاي؟ طبعا انت لو رسمت الابعاد بتاعت الدريل اللي عندي هيطلع لك ايه؟ الجزء ده. هو عمل ايه هنا؟ قال لك الدريل دي هو عايز باور قليله عشان يفتح فيها اكتر. قال لك انا هعمله 2 بيتش. نفس الوقت عشان الثريد بتاعي يدخل وياكل كتير نزود مساحه او ازود اداه القطع، فعمل ايه؟ عملها دبل. خلاص؟ طب بتفيدك في ايه؟ اللي انت دلوقتي لو عندك مثلا سكرو، السكرو ده عايز يتلف نفس الوقت عايز يستحمل ستريس عالي، فالسنه بتشيل ستريس صح، بعد السنه لما يزيد اللي هو السرد بتاعك، السرد لو زاد هيشيل اكتر، فبيعمل حاجه زي دي تزود بيها سرعه الربط ويزود بيها ايه؟ سرعه يعني الستريس اللي هو يقدر يشيله. تمام؟ المفروض كل بارت من دولت فيه فكره يعني. ايه تاني؟ بكملوها ارسموها بقى في البيت، دي عليكم امور. خلاص دول كده، خلاص كده خلصنا كده. الشيت بتاعتنا خلصت، الاوامر بتاعت السي دي خلصت. تمام، المره الجايه هنشتغل اسمبلي. كده فاضل لنا كده كام مره؟ 3 مرات. المره الجايه هنشتغل اسمبلي، والمره اللي بعديها هنكمل اسمبلي. تمام، ونبدا في الدروم شيت. بس هو على اساس بقى ايه، انت تتدرب معايا في الاسمبلي شويه فحسب الوقت. لو بقى في دروم شيت ان شاء الله باخر مره كده هديكم انتروداكشن على السيميوليشن. تمام ماشي، الحمد لله دي وقت تاني. استاتيك واسمبلي اللي هو ازاي تحط اللودز، ازاي تطلع فاكتور سيفتي وتطلع ديفليكشن وتطلع حاجات دي. ما اخر حاجه خلاص تمام كده. طيب اي حاجه، اي واحد من هنا بقى اي واحد في البارت زي ما رسمش البارس اللي اتقالت عليها، المفروض دي كلها تكون اترسمتها، يعني في بارس حسبناها هنا وبارس رسمتها في البيت، فاي حاجه ناقصه تترسم تشوفها على الجروب. ماشي خلاص، اي حاجه ناقصه من دي ترسم وتشوفها على الجروب. اولا، ثانيا البروجكت الحمد لله تقديم بروجكت ده في سوقكم منه، ده احمد علي ده هنظبطه. تمام، فالبروجكت بتاعكم سهل. وليد يبقى خليه يتابع الفيديو ده ويشوف اللوفت بتاعه. ماشي، محمد بقى لما نشوف ايه حكايته هنكلمه انا دلوقتي. يا جماعه لو في حاجه كلموني على طول، ابعتوا لي على الفيس اي حاجه تقف معاك، ما تستناش لما تيجي تسال فيها. خلاص، انا ماليش حاجه، انا مستني اسئلتكم. ماشي، بس اللي